معايا تشكيله من الرخويات، سبيط كاليماري بالشكل ده كده، باخد راس السبيطيه الحلوه. انا من الناس اللي مش بيغسلوا السبيط بعد تقطيعه، عايز استطعم اليود بتاع البحر اللي موجود فيه. معانا الكاليماري الحلوه دي كده، بناخدها كمان بالشكل ده كده. هعمل انا دلوقتي طبق من الفرايد رايز، ممكن ياخد جمبري، ممكن ياخد كابوريا، ممكن ياخد اسماك زي ما احنا عايزين. تقطيع السي فود كده بالشكل ده كده. البعض بيسال دلوقتي هنساوي الجمبري ولا الرز الاول؟ انا معايا رز مصري اتغسل واتسلق قبل كده مسبقا زي الفل، موجود جاهز معايا هنا اهو، نبص عليه. الرز المصري ده طبعا هو اساس الفرايد رايز، نعمله في اليابان، نعمله في الصين، نعمله في ماليزيا، نعمله في اي مكان، فرايد رايز بالرز المصري. عايزه تعمله بالرز البسمتي اهلا وسهلا، بس مش هيبقى طعمه حلو. هتساليني تقولي ليه؟ لان الرز المصري ملك السوشي في اليابان، يفطروا بيه، يتغدوا بيه، يتعشوا بيه، لانه غني بالنشويات بالشكل ده كده. هو الوحيد اللي يقدر يديك الشكل اللي احنا عارفينه، سواء في السوشي سواء في الفرايد رايز. ده جاهز معانا زي الفل. طاس على النار شديده الحراره، معلقتين من زيت السمسم، يليهم معلقتين من زيت الزيتون، شويه رز كده على السريع في اللطافه، بصلايه ناعمه، الله، العب، فص توم ناعم، العب، تحميره لطيفه، ننزل بالسي فود بتاعنا، اللهم صل على النبي. السبيط الأول، هسة وننزل بالجمبري، الشكل ده كده. زيت السمسم هنا ريحته قوية جدا، خلي بالك، غير أي نوع الزيوت كلها. معانا فلفل حار زي ده كده، فرايد رايز يبقى شوية سبايسي مفيش مشكلة، قطع بالشكل ده كده. كفايه دول، بناخدهم بننزل بيهم على السبيط مع الجمبري بتاعنا، الله على الطبق ده. عندك كابوريا حط كعبين كابوريا، عندك عودين جمبري حط عودين جمبري، مش هيخسروا. كل دول يتقلبوا على النار، اللهم صل على النبي. اهو الرز المصري هنا هينزل يلم الشمل ده كله. تاني معلقتين من زيت السمسم. اللي هيخش المطبخ دلوقتي او اللي هيجيب القناه الاولى جاي متاخر، مش هيقول لك دي الشيف بيعمل سمك، احنا متعودين على السمك ريحه زفاره، دخان جامد في المطبخ، بنشوي، بنقلي، بنحمر، كل ده. النهارده الموضوع بسيط جدا وسهل، في لطافة، في طعم تاني، في شكل تاني. ده جمبري مع سبيط مع كاليماري مستوي مع الصويا صوص مع زيت السمسم. الكمون والكزبرة مالهمش مكان بيننا النهاردة خالص. اه يا فندم، اه يلا، الله عليك، جيت في وقتك يا حبيبي. الشكل ده كده، اه التشكيلة دي كده. جابوا لي السمك من الفريزر، ايه الحلاوة دي؟ اه جيبوا لي بقى، الله يرضى عليك، انت حبيبي. الرز بتاعنا، مش عاجبني الخلطة بتاعت السي فود، عايز اديها طعم كده فليفر حلو قوي. معايا روزماري، معانا شوية كزبرة خضراء. السي فود او الفرايد رايز بيحب الشبت قليل، ما نكترش، نقلب كل ده مع بعضه. ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ؟ ايه الجمال ده؟ نقف وقفه ابداعيه هنا اسمها محطه الابداع المغازيه. ايه هي بتقول المحطه دي؟ حلو قوي. المحطه دي بتقول هنا شويه صوص طماطم بقى طاجن سي فود بالطماطم او الوايت صوص او الريد صوص. حطينا كريمه لباني بقى طاجن سي فود بالوايت صوص. واحنا واقفين في مكاننا، طلعت من الطبق ده ثلاث حاجات، ايه هما؟ فرايد رايز اوكي، الحاجه الثانيه ممكن اعمل طاجن سي فود
بالريد صوص مع طماطم عشان يبقى لونه احمر يعني. نتكلم المصطلحات المعروفه في بعض المطاعم. نقدر نحط الوايت صوص اللي هي كريمه اللباني مع قليل من الحليب والنشا، بقى هنا الوايت صوص. هي دي الفكره اللي انا عايز اوصلها لحضراتكم. لما اخش المطبخ واعمل سي فود انت زي الدكتور في المطبخ. حلو الكلام. ننزل بالرز بتاعنا. كفايه مش عايزين رز كتير. ونقلبهم. الله، ايه الحلاوه دي يا شيف. طبق الرز ده تعظيم سلام له. في طعم زيت السمسم غلاب، في الصويا صوص طعمها لطيف، في الفرايد رايز الرز بتاعنا الجميل المصري غني بالنشويات بتاعته. غير كده ما يتعملش. يتعمل برز بسمتي ممكن، بس انا شخصيا بحبه بالرز المصري. وعملته في كل الدنيا في العالم كله بالرز المصري. هو ده، عشان كده الرز المصري غالي. جاهز للتقديم. اخبار الفيليه بتاعنا مش هقلبه زي ما هو كده. حلو الكلام. نجيب طبق التقديم. اللهم صل على النبي. اراك في السبكتين الحلوين دول. يلا نلعب. هو ده، العب. اللهم صل على النبي. شيت رز فيهم خبرة طهوية، فيهم الجمبري مستوي، فيهم الكاليماري مستوي، فيهم الصبيط مستوي، عند الكابوريا حطي، عند الجمبري بالقشر حطي، عندك سمك فيليه حطي، زي ما انتي حابه. اللهم صل على النبي. السمك في النار وربنا يكفينا شر النار. ترويعه كده على الطبق بتاعنا ده الطبيعي عشان مخرجنا الجميل بيحب الصوره الحلوه. معانا ليمون نحط، معانا فلفل حار نحط حسب الرغبه، بس انا جاي على بالي ادلعها كده. دي سمكه حلوه تاخد الشكل ده كده. حلو قوي زي الفل. يا عيني بصل اخضر انا بحبه قوي على فكره مع السي فود، مش مع طبق الفول وبس. اللطافة والبساطة في التقديم.